وعشان نتكلم اكتر عن الاجتماع السنوي لرابطه الانديه العالميه بينضم لنا دلوقتي عبر الهاتف طبعا دكتور طارق الادور الناقد الرياضي. دكتور طارق برحب بحضرتك ومنورنا هنا في اخبار اون تايم. اهلا بك يا لينا واهلا بكل مشاهديك الكرام. عايزه حضرتك بقى تكلمنا عن الاجتماع السنوي لرابطه الانديه العالميه وطبعا حدث كبير جدا ان مصر بتستضيفه. شوفي يعني دعيني اقول لك اولا ان هذا الاجتماع وهذا الايفنت يعني الحدث دوت اللي بتستضيفه مصر واحد من اهم الاحداث الرياضيه اللي احنا استضفناها في الفتره الاخيره، بالرغم من ان هو بالنسبه لبعض الناس العاديه قد يكون مجهول شويه ايه يعني رابطه انديه العالميه وكده، لكن هو موضوع مهم جدا جدا جدا. هقول لك اهميته كده في سطور قليله. يمكن لما دايما احنا بنتكلم في مجال الرياضه بالذات لابد ان تبدا من حيث انتهى الاخرين، يعني مش تبدا تاني وتعيد تاني وتقع في نفس الاخطاء قبل ما تبتدي تمشي على الخط اللي مشوا عليه ناس قبلينا وتعرضوا لكل امور الانتقاد لغايه ما وصلوا الى المنظومه السويه اللي ماشيين عليها. فهذا هو حال يعني اجتماع روابط الانديه في كل انحاء العالم. طبعا احنا موجود عندنا رئيس رابطه الروابط مستر ريتشارد، طبعا ده واحد من الناس المؤسسين لرابطه الدوري الانجليزي، اشهر رابطه في العالم واكبر دوري في العالم البريمير ليج. فطبعا احنا كنا نختلط ونتعامل مباشره مع هذه المجموعة من الخبرات، ده بيخلينا نقطع سنين طويلة لقدام من غير ما نقع في نفس الأخطاء اللي هم نفسهم ممكن يكونوا وقعوا فيها. لما نبدأ من حيث انتهوا ده حاجة إيجابية جدا. أنا بعتقد إن في هذا الملتقى يجب إننا نتعرف جيدا جيدا جيدا، لأن احنا عندنا مشاكل كتير في الدوري المصري لن نخفيها، لن نخفي رؤوسنا في الرمال يعني، ونقول لا ان احنا ما عندناش مشاكل. انا عشان كده لسه كنت اسال حضرتك ازاي نستفيد، الكره المصريه تستفيد من الاجتماع ده بكره، فحلو قوي ان احنا نحط ده تحت الاجابه بتاعت السؤال ده. هو ده بقى فعلا اللي انا عايز اقول لك عليه، ازاي ان احنا عندنا مشاكل كتيره، مشاكل في تنظيم الاجنده، مشاكل في اللوائح، مشاكل في تنفيذ اللوائح دي نفسها. انا المفترض في هذه الاجتماعات باخد خبرات، يعني يمكن ان اللي بيحضر اجتماعات زي دي باستمرار بيشوف ايه، ان كل واحد من الاعضاء اللجنه اللي موجودين في الاجتماع دول بيعرض وجهات نظره، بيعرض خبراته في اللي حصلت فيما حدث من بعض المواضيع، سواء كانت مواضيع لوائحيه او مواضيع تنظيميه، فبالتالي بيتعرف على كل ما هو جديد ويبتدي يحط نفسه من المكان اللي هو ان احنا وصلنا اليه دلوقتي. فده انا بعتبر ان ده اجتماع مهم جدا جدا، في ايجابيات كتير جدا، في حاجات ممكن ناخدها ونطورها في الدوري المصري وفي روابط الانديه فيما بعد عشان نستفيد جدا من التطور اللي هيحصل بعدها. دكتور طارق لسه حضرتك كنت بتقول ان في الاجتماع بيتم يعني كل حد بيطلع يتكلم عن المشاكل اللي واجهته، بس لو حبيت حضرتك توضح للساده المشاهدين اكتر ايه اللي بيتم بالتفصيل في الاجتماع علشان الناس تكون واصله لها اكتر صوره الاجتماع وحجم قد ايه واهميه الاجتماع ده. شوفي هو الاجتماعات اللي زي كده طبعا اولا هو بيبدا بكلمه لرئيس رابطه روابط الانديه الانجليزي ريتشارد، هو طبعا بيبتدي يقدم كل الحاضرين في الاجتماع، بيبقى في كذا فقره من فقرات الاجتماع، الفقره اساسيه هي عرض اخر اللوائح اللي بتدير روابط الانديه، يعني انت عارفه رابطه الانديه دي عباره عن مجموعه لوائح هي اللي بتديرها، الهدف من رابطة الأندية هي تنظيم العمل عشان يخرج المسابقة بشكل ناجح جدا، ونمرة اتنين ان هي تمنع اي مشاكل، مشاكل اللي تكون موجودة لازم في كل حتة في الدنيا بيبقى في مشاكل. ودي الفقرة التانية ان كل عضو بيعرض مثلا مشكلة، ان في مشكلة لوائحية، ان اللائحة دي اخترقت في النقطة المعينة ديت، فلازم احنا نتفادى اختراقات اللوائح، ان كانت في مشكلة بالنسبة لبعض اللاعبين فقدهم نتيجة مثلا فروق الوقت والكلام دوت، فروق التوقيت بين بعض الدول ودول اخرى، فدي اتحصل فيها مشكله في قيد اللاعبين، ازاي اتصرف فيها؟ مشاكل بقى بتعرض من جميع الانواع، سواء كانت في اللائحه نفسها، في بند في اللائحه مثلا مش واضح قوي فلازم احنا نطوره عشان نقدر نطبق البنود ديت بشكل كويس، او سواء كانت المشكله
في تطبيق لائحه ازاي اطبقها بشكل سليم، او كانت مشكله بقى في اداره المسابقه في اي دوله من الدول اللي هي اعضاء روابطها موجودين هنا. ففي كل الاحوال بيكون في استفاده من كل المشاكل، وبيكون في طبعا تصحيح لاوضاع كتيره. انا بعتبر لينا ان احنا عندنا في رابطه الانديه عندنا ظهر في الاربع سنوات الاخيره اللي تم تطبيق فيها رابطه انديه تدير مسابقه الدوري المصري ظهرت مشاكل، ولا يعني لازم ان احنا نعترف ان كان في مشاكل، لكن الشطاره والكلام السليم هو اننا نستغل الاجتماع ده للتعرف على كل المشاكل اللي احنا تعرضنا ليها بحيث نتفاداها في السنوات طبعاً القادمه. وان شاء الله باذن الله نحقق اكبر استفاده من اجتماع رابطه الانديه العالميه. بشكر حضرتك جدا يا دكتور طارق الادور طبعا الناقد الرياضي على مداخلتك معنا هنا في اخبار اون تايم.